مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج زي اي يوم. وزي اي يوم في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، موبايلات وتكنولوجيا وانترنت، لو سالت اي حد فينا عن اصعب حاجه ممكن تحصل له هيقول لك ان تليفونك يضيع او ان تليفونك يضيع اللي عليه، وان تليفونك يتسرق او اللي عليه كله يتسرق. وخلال الفتره اللي فاتت شفنا وسمعنا عن حالات كتير حصلت فيها حالات قرصنه او هاكينج، سميها زي ما تسميها. المهم ان الهاكرز دول ما لهمش غير وظيفه واحده بس، ان هم يعكروا مزاجنا الالكتروني ان صح التعبير. يعني تبقى حياتك ماشيه واكونتاتك زي الفل وفجاه كله يروح. طب ليه بيعملوا كده؟ هدفهم ايه؟ والاجابه ولا اي حاجه، مزاجهم كده، عايزين كده، وحسب نوع الهاكرز بقى وانت ونصيبك. وهم الهاكرز انواع اصلا؟ انواع كتير. بس قبل ما اقول لك ايه هم انواع الهاكرز، خليني اقول لك ايه هم الهاكرز. هم الناس اللي بيخترقوا الاجهزه للوصول لملفات ويسرقوها ويدمروا الاجهزه والتلصص عليها، يعني يشوفوا اي حاجه انت بتعملها على شبكه الانترنت الخاصه بجهازك. طب ايه هي انواعهم؟ تعالوا نتعرف عليها سريعا في الانفوجراف ده. انواع الهاكرز. اول نوع معانا وهو نوع هاكرز القبعة البيضاء، هو الهاكر الاخلاقي اللي لا يملك اي نيه في الحاق الضرر بالانظمه، بس هو طبعاً يقوم بمحاولة لاختراقها لمعرفة الثغرات الموجودة فيها بهدف التصدي لها. تاني نوع معانا هو هاكرز القبعة السوداء، هو الشخص اللي بيخترق الأنظمة لأهداف غير قانونية وبدون موافقة من المالك وبدون أي تصريح. تالت نوع معانا هو هاكرز القبعة الرمادية، مزيج من هاكر القبعة البيضاء وهاكر القبعة السوداء، لأنه بيدخل النظام بدون إذن المالك مع نية إعلامه لاحقاً بأي ثغرات بيكتشفها لديه، وبيعمل الموضوع ده للتسلية أو لمصلحته الشخصية. رابع نوع هو هاكرز القبعة الحمراء، مزيج من هاكر القبعة البيضاء وهاكر القبعة السوداء، حيث أن هجماته عادة ما تكون موجهة ضد المواقع الحكومية أو أشخاص مهمين تابعين للحكومات ومراكز البيانات الحساسة. خامس نوع أو آخر نوع معانا هاكرز القبعة الزرقاء، شخص بيملك خبرة كبيرة جداً في أمن المعلومات واكتشاف الثغرات اللي بيمكن استغلالها في الأنظمة، بالإضافة للمشاكل البرمجية اللي ممكن تحصل. زي ما شفنا أبيض وأسود وأحمر وأزرق ورمادي، كل واحد منهم عنده هدف وكل واحد فيهم ليه طريقة، بس الحاجة الوحيدة اللي بيجتمعوا عليها إنهم يعكننوا علينا. وكم واحد فينا تعكنن عليه وتعرض لعملية هاكينج على موبايله أو اللابتوب؟ تعالوا نسمع الإجابات في التقرير ده. اتعرضت قبل كده لحد عمل هاك على الموبايل بتاعك أو اللابتوب؟ كان بالنسبة لي في الموبايل والأكاونتس عموما زي انستجرام أو فيسبوك. مرة حد بعت لي لينك على الفيسبوك إنه في حد منزل صورتي، وادخلي على اللينك ده عشان تشوفي الصورة وكده، بس أنا بصراحة ما حاولتش أدخل. يعني لو حد بعت لي لينك مش عارفاه ما بخش عليه، شكة فيه برضو مش بخش عليه، رقم غريب بعت لي لو حد أنا أعرفه بسأله أقول ده لينك إيه قبل ما أدخل عليه وكده. أكاونت من على الفيس، كان عارض أكاونت للبيع فأنا كنت داخل أتواصل معاه على الواتساب، بس بعد كده بقى ما عرفتش ولا اجيب الشات بتاعه، مسح كل حاجه ومسح الرقم، عمل سوفت للتليفون. اللينكات مش معروفه اللي بتيجي على الواتساب وبتيجي الدعايه بقى في مسجات، دوس على اللينك ده وهتكسب معانا 5 مليون والحاجات الهزار دي كلها، الناس القديمه شويه تراديشنال بيصدقوها الكبار في السن بالذات، فما ينفعش حد يدوس عليها. حد كان بيبعت لي لينك وكان من ناس غريبه الصراحه، بس ما كنتش بفتح عشان مش واثقه فيهم قوي يعني، فلما حد كان بيبعت كده كنت بعمل لهم بلوك او ما بفتحوش اساسا. يعني ممكن حد يبعت لي لينك، فاللينك مش صعب ان انا افتحه، يعني مش كل لما اجي افتحه مثلا اقول لا عشان خاطر ممكن يبقى حد بعت لي حاجه تهكر التليفون الكلام ده كله. اي رقم غريب بيبعت لي بعمل له بلوك على طول، ما بردش على ارقام غريبه.